اهلا بكم من جديد. خلف الدكتوره نيفين القباج تقف سنوات طويله من الكفاءه والعمل والخبره، وبين ايديها الان عدد كبير من الملفات والمشروعات التي تستهدف بها ما يقرب من 36 مليون مواطن مصري، وامامها عدد من الافكار والرؤى الكثيره جدا التي تعمل بها من اجل المستقبل في وزاره التضامن. اسمحوا أن يكون لنا هذا الحوار الخاص والمميز مع معالي دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور، ونورت الوزارة. متشرفين بيك في 90 دقيقة. ده أول حوار لنا مع حضرتك في البرنامج، وإن شاء الله شرفني يعني يكون مقدمة لحوارات أخرى إن شاء الله. شرفنا. يعني أنا قلت أنه السيناريو بتاعنا أنه ما جرى قبل دخول الوزارة وبعدين العمل الآن الذي يدور ثم الأفكار اللي حضرتك بتجهزيها للمستقبل، لكن خلينا نأجل السيناريو ده شوية لأن احنا تقريبا بعد ساعات من إطلاق مبادرة جديدة بتتبناها الوزارة وهي مبادرة وعي، ويمكن ناس كتيرة مهتمة لأنه مبادرة وعي مش في موضوع واحد فقط، احنا بنتكلم عن فيما يخص الهجرة غير الشرعية، فيما يخص الختان، فيما يخص المخدرات. يعني هذه المبادرة فكرتها ايه وفلسفتها ايه وآليات العمل هتكون فيها ازاي؟ اولا بنسعد ان 90 دقيقة تبقى معنا، ونتمنى كده شراكة يعني دائمة ومثمرة ان شاء الله، على وانا متأكدة ان عليك كإعلامي يعني ناجح ومتألق هتكون خير دعم للوزارة إن شاء الله. مشرفنا إن شاء الله. مبادرة وعي هي مبادرة جديدة تعيد صناعة الإنسان المصري وتساهم في صحوة أمة وثورة فكرية وثقافية واستكمال جهود التنمية المستدامة التي ليس فقط تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي ولكن تعمل بها الدولة جميعا. يمكن في الأونة الأخيرة تكثفت أو ظهرت بعض السلوكيات غير المحببة واللي مش متعود عليها المجتمع المصري، وده جزء. والجزء الثاني أن وزارة التضامن كانت الفترة السابقة يعني بتهتم أكثر بموضوعات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ثم يعني ده كان الملف الأساسي والمباشر لحضرتك في بالضبط في ما ظلت الحماية الاجتماعية كلها الإعاقة، الملف الفقر، ملف المرأة. لكن بعد كده انطلقنا للموضوعات بتاعة التنمية الاقتصادية كمان والتمكين الاقتصادي، لأنه كنا بنعمل دعوة إلى من الانتقال إلى من الدعم للإنتاج، فاهتمينا أكتر بموضوعات التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تبقى التنمية الثقافية والفكرية وهي الأهم، لأن هي اللي بتؤكد على الاستثمار في البشر. لو إحنا يعني بنهتم بالبشر بشكل خاص فيما يخص الأطفال أو ذوي الإعاقة أو المسنين أو المرأة، شغلنا كله مع بشر وعلى بشر. فالحقيقة أن يعني مصرنا التي نحبها أن تكون نحب أن تكون فيها البشر المنتج المتماسك أو المجتمع المنتج المتماسك، المجتمع السليم مع بعضه، أن في سلم مجتمعي ما بينه وبين بعضه، أن مجتمع مثمر في حد ذاته. فيمكن برنامج وعي جاء كتأكيد لجهود التنمية المستدامة سواء في الاستثمار في البشر أو في استكمال حلقات التنمية. لو بنقول أن مشكلات التنمية هي كانت الفقر والمرض والجهل، فالنهاردة عملنا الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم، عملنا كافحنا الفقر قدر المستطاع بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ولكن جزء من هذا الجهل ليس فقط في التعليم ولكن في مجتمعات حرمت من المعرفة وتسرب إليها وعي زائف بكثير من معتقدات وقيم لم يتعود عليها المجتمع المصري. فاحنا بنستعيد للمجتمع المصري أصوله علشان نساهم إن في التوعية المجتمعية خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق العشوائية أو المناطق الجديدة التي انتقل إليها السكان من مناطق غير الأمان. طب يعني ممكن نقول بشكل أساسي إنه وعي هو موجه للعقل المصري. بالضبط، العقل المصري بالأفكار المشاعر المصرية، بنصحى تاني، بنحب بعض اكتر، بنتفهم بعض اكتر، بنحترم بعض اكتر.
كمان في جزء خاص بالممارسات الإيجابية، ما بين بنسلط الضوء على ممارسات إيجابية وبندعم كل وعي بنقدمه، بندعمه بخدمة كمان. طب وانتوا بتشتغلوا على المبادرة بتبقى فيه يعني حاطين سيناريو للعقبات اللي ممكن تبقى قدامكم، خاصة انه التغيير فيما يتعلق بالأفكار حتى والمشاعر أصعب، يعني لان انتوا هتلاقوا نفسكم مثلا قدام افكار دينيه مغلوطه الناس ماشيه وراها، هتلاقوا نفسكم قدام عادات وتقاليد واعراف راسخه بقالها سنين كتيره يعني. فالاليات التعامل مع العقبات دي هتبقى عامله ازاي؟ انا بعتقد ان من اصعب الشغل على تصحيح الفكر او على التغيير الثقافي بشكل عام، هي عملية مش سهلة وما بتاخدش في خطوة، يعني مش بننسل مثلا هتعمل جلسة توعية أو نشاط أو إلى آخره فتقول خلاص المجتمع تم تغيير وعيه. أعتقد إن هي جهود مستمرة ومتكاملة، هي إحنا عاملين حسابنا إنها مهمة مش سهلة، عشان كده بندعمها بحاجات تجذب المجتمع المصري، سواء بخدمات إضافية وإحنا بنعمل التوعية، أو سواء بشراكات مع وزارات أخرى هي بتنزل بخدمات بجهود مكثفة. بتكلم على محفزات يعني. بالظبط، محفزات وجهود مكثفة مع المجتمع المدني ومع الجهات الحكومية. يعني احنا مثلا الشركاء مين يا فندم؟ الشركاء وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة البيئة، المجالس القومية سواء المجلس القومي للمرأة، الطفولة والأمومة، الإعاقة، حقوق الإنسان، السكان. برنامج وعي بشكل مختصر هو عبارة عن 12 رسالة. طب والمؤسسات الدينية؟ المؤسسات الدينية أنا عايزة أقول إنها مش يعني مش بقول مين أهم من مين، بس أعتقد المؤسسات الدينية هي أهمهم، سواء المسلمة أو المسيحية. الإعلام جزء مهم قوي، إحنا بنتكلم في تشكيل الوعي المصري. تشكيل الوعي المصري أو تشكيل الفكر المصري بيجي من الإعلام، بيجي من الدين، بيجي من التعليم، وبيجي من الثقافة. فكل دول مجتمعين إحنا محتاجين يعني نمد الأيادي إلى بعضنا البعض، محتاجين أكتر يكون في ما بيننا جهود حتى نحارب أو نقضي على بعض العادات والقيم والمفاهيم السلبية اللي بتسمم المجتمع المصري وبتخلي فيه مشكلات مش بس أسرية، مجتمعية ووطنية. من هذه الرسائل موضوعات الإتجار بالبشر، ختان الإناث، التربية السلبية أو العنف ضد الأطفال. إحنا بنتكلم بنقلب ده كله إيجابي، صحة المرأة والطفل، العمل كرامة، التعليم قوة في أي عمر، الوطن هو يعني الأفضل من الهجرة غير الشرعية والتعرض للمشكلات، أنت أقوى من المخدرات، الجزء بتاع تزويج الأطفال. فكل هذه الموضوعات هي قضايا تنموية، هو الزواج المبكر يعني، أو الزواج المبكر أو بنسميه تزويج الأطفال أو الزواج المبكر. كل هذه القضايا هي مش قضية أسرية ولا شخصية، هي قضية تنموية، لأن ده اللي بيؤدي بينا إن احنا نشوف أطفال بتموت وهي بتتختن أو بتحرم من حياة سليمة، بنشوف هجرة غير شرعية، بنفقد شباب هو المفروض يبني في مصر ويبني لمصر ويتبني هو نفسه من مصر، يا إما بيموت على شواطئ غربية أو محلية أو بيسافر بلا كرامة. بنتكلم على أمية ممكن يعني بتعطل المجتمع المصري، بنتكلم على علاقات غير سليمة أسرية، على مخدرات تأكل في شبابنا وتأكل في، فكلها قضايا الحقيقة تنموية. فعشان كده بقول هي التنمية المستدامة. لو بنتكلم على المجتمع الدولي والهيئات الدولية بيتكلم في أهداف التنمية المستدامة، ففي أهداف محلية مستدامة لدينا أيضا من هذه، وحقيقة في موائمة بين أهداف التنمية المستدامة أو النتائج بتاعة خطة 2030، وفي موائمة بين ما نصبه إلى تحقيقه، ولكن في مجتمعات حرمت من المعرفة بشكل كافي، وده اللي احنا بنعمله، احنا بننزل على الأرض. المجتمعات الأولى بالاهتمام يعني، اللي بالزبط. هي متأخرة كتير يعني، متأخرة وعندها مشكلات تنموية، عشان كده بننطلق في محافظات حياة كريمة، وهي المبادرة التي الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس حياة كريمة، في نهضة، في جهود يعني تهدف إلى نهضة القرى الفقيرة بكل ما تعني كلمة نهضة. والنهضة بتبدأ من الفكر والسلوك والعمل والعلاقات
والمواطنه. فهي عشان كده بقول مش هقول صناعه انسان او صناعه مواطن، لان المواطن يعني هو ده بالظبط تنميته، لان هو ده بالظبط صناعه الفكره نفسها، هو ده المواطن الذي يعني نهدف الى انه يكون يعيش على ارض مصر ويعطي مصر. هل في سفراء للمبادره؟ يعني يمكن الكلام عن الفكر والافكار والعادات والتقاليد بيبقى محتاج احيانا انه المبادرات اللي زي دي يبقى ليها سفراء من الشخصيات العامه اللي هم بيمثلوا قدوه في حد ذاتها للناس، يعني لما الكلام بيبقى جاي منهم بيبقى ليه تاثير اكتر. هل في سفراء ولا لسه؟ لا، هو هيبقى فيه، احنا هيبقى قدامنا فيه مجموعه منهم يعني، لكن ومنهم رجال ومنهم نساء، لكن هيبقى فيه ده اكيد ان شاء الله. والنهارده كنا بنطرح اسماء عديده هنطلقه عن قريب جدا، لكن هي طبعا احنا ما بنقول سفراء، احنا محتاجين كمان دعاة تغيير، محتاجين ناس مؤثرين في المجتمع المصري. يعني احنا بنشوف مجموعه اللي بنقول عليهم مؤثرين او الانفلونسرز في السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي، اعتقد ان احنا محتاجين ده بكثافه بس في اتجاه ايجابي. يعني في اتجاه ايجابي بيبني، بيحسن النيه، بينشر الرسائل الايجابيه، وبيتبنى القضايا الحقيقيه في المجتمع بالظبط، وبنسلط الضوء على اشياء ايجابيه نحبها ننتمي اليها، نرجع تاني الاكثر الانتماء لقضيه قوميه او الانتماء لقضايا تنمويه نشوفها بتكبر قدامنا وبتلقي بأثرها الإيجابية المباشرة بأثر جيد على المجتمع المصري. طب خلينا نرجع بقى للسيناريو اللي احنا يعني سيناريو حوارنا الأساسي، لأنه من المهم أحيانا للجمهور اللي حضرتك بتتعاملي معاه المواطنين يبقى عارف من أين جاءت الدكتورة نيفين القباج، يعني المكونات الأساسية في شخصيتها. الدراسة كانت في اقتصاد علوم سياسية مش كده؟ مظبوط. يعني ده كان اختيار متعمد ولا كان يعني كنت جايبه مجموع كبير فدخلت الكليه؟ لا، انا من يومي بحب مش هقول السياسه بس بحب العمل العام، بحب العمل العام يعني. هي مش بس سياسه، يعني مش المفهوم التقليدي بتاع السياسه بس، بحب التنميه بشكل عام. بشكل عام فاخترتي اقتصاد علوم سياسيه لهذا السبب. طيب كان اساتذتك مين يا فندم، اهم اساتذتك في الكليه؟ كان اساتذتي الدكتور علي الدين هلال، الدكتوره حوريه حسن، الدكتوره نازلي قبيل، الدكتور ابراهيم عيسى، الدكتور زكي عزمي، كان الدكتور دكاتره كتير الحقيقه، يعني افخر ان انا اكون هم علموني، وبعتز يعني بالكليه جدا وبزملائي واساتذتي لغايه النهارده، هم الناس اللي بخدمهم ساعات بتعلم منهم، اساتذتي زملائي في الوزاره ساعات بترجعي لحد منهم دلوقتي في اخذ رايه او في مناقشته من اساتذتك؟ برجع لزمايلي بقى، اساتذتي كتير منهم توفاهم والله، لكن برجع لزمايلي لان زملائي يعني منهم في الخارجيه ومنهم في الجامعه ومنهم يعني في مراكز بحثيه، فالحقيقه يعني الحمد لله الكليه علمتنا واحنا مدينين ليها بهذا العلم، وما بينا علاقات طيبه لغايه دلوقتي الحمد لله. اول احتكاك بالعمل العام كان من خلال ايه؟ كنت في يعني في فرنسا في الوقت دوت، ونزلت اخدم في مجتمع مش بتاعنا خالص، ونزلت خدمات مجتمعيه بس يعني كنت عايزه انزل اعمل حاجه بشكل عام. رجعت مصر ويعني كنت بنزل مع في مدارس ولادي، كنا بننزل دايما دور مسنين، بننزل دور ايتام، نقدم فيها خدمات بشكل اسبوعي. ويمكن كمان يمكن استرجع كمان ايام الجامعه، ايام الجامعه كان لينا خدمات في مناطق عشوائيه، بنوزع وجبات وفي غير رمضان وفي رمضان، ونعيد الملابس لطلبات الجامعه، ويعني ونساهم في دعم اسر فقيره. يعني الحقيقه هو حب التنميه في يعني نشات عليه، وامي الله يرحمها، ويعني افتكر بابا وماما واحنا صغيرين كانوا هم نفسهم بيعملوا كده، يعني هم علمونا الخير وعلمونا التفكير اكثر من حياتنا الشخصيه الى تفكير المجتمع اللي حوالينا، فعارفين واحنا صغيرين ان احنا
بنيتي البواب ده حاجة، لا ده عيد هنعمل كذا، لا ده موسم. فزي زي بيوتنا المصرية بس يمكن هي دخلت في قلبي قوي يعني. طب من خلال يعني عملك مع المؤسسات الدولية وبدأتي يعني مش عايز أقول تشتبكي أو خلينا تحتكي مباشرة مع مشكلات المجتمع المصري على الأرض، يعني من أهم الحاجات مثلا أنه القرى اللي أنت عملتي عنها دراسة على مسألة الختان ومشكلة الختان وأزمة الختان، لو خدنا ما بين التجربة العملية وما بين يعني النظرة اللي هي البحثية لأزمة الختان في مصر، احنا ليه مش قادرين نسيطر على هذه الظاهرة أو هذه الأزمة؟ أعتقد أن يعني هي صعبة لأنها عند المجتمع المصري بترتبط خطأ بالشرف. بترتبط خطأ بالشرف. يعني هو التفكير ان الختان عفة وانه هيحفظ شرف البنت وهيحمي الاسرة من اخطاء من العار. يعني الافكار دي كانت جاية من مش عايزة اقول منبعها ايه بس يعني لا تمت بصلة للمجتمع المصري، هي جاية من خطوط دول اخرى. دول اخرى وثقافات اخرى وثقافات اخرى فمرتبطه بالشرف، عشان كده كان صعب ان هي يعني نسيطر عليها بشكل مباشر وسريع. يعني احنا اشتغلنا عليها من فترات طويله من ايام التسعينات بعد مؤتمر السكان. انا اشتغلت لمده 3 سنوات مع السعاده السفيره مشيره خطاب في المجلس القومي للطفوله والامومه، وكان لينا جهود كبيره في الموضوع دوت، موضوع ختان الاناث، وبدانا ندخل مجتمعات عده. يمكن انا فاكره كنا 60 مجتمع على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وكانت النسبه اكبر بكثير من دلوقتي. كمان ده بعد كل هذه الجهود النسبه قلت عما قبل، لكن هي مرتبطة. نقدر نقول الرقم؟ النسبة ساعتها كانت تصل إلى يعني ده البحث البحوث اللي قالت كده في ذات الوقت إن تصل إلى 90% في بعض المجتمعات. النهاردة من خلال يعني بحوث ميدانية متفرقة عملها منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصلت لحاجة و50. فالنهارده انا يعني في نسبه كبيره لا تزال النسبه كبيره بس في نسبه كبيره قلت، وجزء من ال 52 ده يرتبط لان احنا لما بنتكلم في ممارسه الختان غير الاتجاه نحو الختان، او لما بتسال اسره انت ناويه تختني بنتك غير لما بقول لها انت مارستي الختان على بنتك. الاجيال الجديده بترفض. يعني هيك لما كنت بترفض لانها اكثر تعليما عما قبلها. يعني هيك سالت ايه الصعوبه اللي فيها، انها مرتبطه بالشرف، انها مرتبطه انا اسفه بالجهل، مش الجهل طبعا مع احترامي لمجتمعاتنا ولاولادنا، مرتبطه بالوعي زائف. انها مرتبطه بالبنات بالذات، وان البنات بالنسبه للاسر بالذات في الصعيد وبالذات في المجتمعات الريفيه هي مجتمعات محافظه وبتحب بناتها، ولكن في مخها ان ده هي بتحفظها. مرتبطه كمان بعلاقه زوج رجل وامراه ان ده كده هيقدر يسيطر عليها اكتر. فبندخل في مشكلات اسريه. فيعني صعب انها تعملها، لان كمان احنا اللي كان بيشتغل عليها كنا بنشتغل عليها على مستوى السياسات، لكن احنا دلوقتي كوزاره التضامن وحتى ايام المجلس القومي للطفوله والامومه، ودلوقتي بيحمل على عاتقه المجلس القومي للمراه والمجلس القومي للطفوله والامومه، يعني الحقيقه اطلقوا اللجنه الوطنيه لمكافحه ختان الاناث. احنا جزء من يعني احنا دلوقتي فندم في مرحله الاجراءات، يعني انتوا بتشتغلوا عليها على مستوى السياسات، بننزل على الارض. هل احنا في مساحه الاجراءات بقى اللي هي ايه الاجراءات دي؟ اولا احنا يعني بادئ دي بدء كانت موضوع التجريم ختان الاناث بدا من هذا اول هذا العقد، لما بدات حاله ورا الاخرى تتوفى وكانت الاكيد البنات بتموت قبل كده، بس يمكن الاعلام بقى اكثر وعيا وبقى اكثر تغطيه وبقى اكثر جراه، فبقى يسلط الضوء على فتيات بتموت هدرا من جراء الختان. بقت البنات اجرأ شويه، او العلاقات الزوجيه بقت تتفك، لان في بتشكل مشاكل في العلاقه بين الرجل والمراه من موضوعات الختان.
فالجزء القانوني يعني عندنا التجريم، رقم واحد. اتنين، ان بقى في توعيه من خلال رائدات مجتمعيات، يعني يمكن هم الجهود الرائدات موجوده من الاول بس زادت اكتر اعدادهم، والجمعيات كمان بقت تعمل في هذا. كسرنا هذا التابو او هذا الحاجز الثقافي، يعني انا فاكره ايام المجلس كمان توسعنا اكتر، لكن هذا الحاجز اللي هو الاعتراف ببعض المشكلات المتأصلة بس بننفيها عشان مكسوفين نقولها او خايفين نقولها او هي قضايا متأصلة بلاش نقرب منها هنعمل هزة في المجتمع المصري. فالحقيقة ان مع الوقت بقى المجتمع اكثر مواجهة، ودلوقتي بقى فيه شفافية، بقى فيه اعتراف، ايوة الشاب ده مدمن لازم يتعافى ولازم نساعده، البنت دي بتتعرض للختان، فبقى فيه نبرة حقوقية أكثر مما قبل، بقى في اعتراف بحقوق، وده على مستوى العالم ومصر جزء من هذا العالم، وبدأت هي نفسها الخطاب الحقوقي بقى فيها أعلى، يعني حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة، حقوق المرأة. فالحقيقة يعني ده طفرة أخرى أنجزناها. ثالث طفرة إن أو ثالث عامل إن بقى في تنسيق أكثر وأكثر ما بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ما بقيناش نعمل بالتوازي بقى نعمل بالتنسيق، إحنا كل شغلنا وبرامجنا بننفذه عن طريق جمعيات أهلية وعن طريق مؤسسات، فبقى في تعاون وشراكة أكثر، بقى في جهود تطوعية بتنزل تجيب لنا أسرار المجتمعات من تحت، ما بقتش المجتمعات مغلقة، بقت أكثر انفتاحاً. الإعلام أعتقد والتنوع الأدوات والقنوات الإعلامية سلط الضوء على موضوعات كثيرة. الإعلام يعني يكفي الإعلام الاجتماعي اللي هو بيبرز كل ما هو إيجابي وسلبي، صحيح، وبالعكس هو يعني بيحط الحكم على السلبي أكثر كمان من الإيجابي. فبقى في انفتاح أكثر، وتعليم البنت بقت أكثر الحقيقة، يعني من ناحية قانونية ومن ناحية تشريعية إن رجال الدين أصبحوا أكثر شفافية، أكثر جرأة كمان، يعني كان الأول برضو رجال الدين موجودين طول الوقت وبيشرعوا دول، كان في بعض رجال الدين المنغلقين، دلوقتي بقى في موائمة أكتر بين الثقافة. احنا عندنا من المرجعية الأكبر في مصر دلوقتي الفتوى الأخيرة اللي راحت للنيابة العامة بتحريم الختان، أنه يعني ده من ناحية الشرع، نتيجة لفهم مغلوط للقرآن والسنة. يعني هنا أعتقد أن دي ممكن تكون فرقة بشكل كبير، فرقة كبير، لأن النائب العام الحقيقة نزل بكل جرأة في أكثر من قضية، في زواج الأطفال، في ختان الإناث، وأصدروا فتاوى، وبقى في وحدات حقوق إنسان وحقوق الأطفال. يعني النهاردة بنهنئ طبعا سعادة النائب العام بالوحدة الجديدة التي أطلقها على حماية الأطفال في الداخلية، في وحدة حماية النساء. فحتى الجهات الأمنية أو الشرطية بقت بتتعاون مع بعضنا البعض في ان احنا نلمس مع سويا السلبيات في المجتمع المصري ونعالجها. طب برضو في السنوات ما قبل الوزارة يعني كان في ملف مهم جدا هو ملف الطفل عند حضرتك، يعني حتى خط حماية الطفل. احنا في مصر ممكن نيجي في لحظة نلاقي زي ما بيحصل في بعض الدول، يعني انه في طفل بيتصل فالدولة بتاخده من اهله وترعاه هي، ولا ده صعب على الثقافة المصرية؟ لا احنا بدأنا بدأنا دوت ان ممكن اسر، يعني اسر من عايز اقول من الفقرة او من الصعوبة، يا اما هي اللي بتيجي تسلم اطفالها في مؤسساتنا، يا اما احنا بنشوف في يا فندم يعني في اسر بتيجي تسلم ولادها لانه مش قادرين يصرفوا عليهم او مش قادرين يعلموهم للاسف. مش عايزه اقول للاسف لان ده افضل من ان هم الولاد يروح حته مش كويسه او يخرجوا للشارع. فانا بقول ده اقل المحبب، لان احنا بالنسبه لنا نتمنى ان كل طفل ينشا في اسره طبيعيه مش في مؤسسه. بل بالعكس احنا في يعني في اطار او بصدد ان احنا نقلل المؤسسات ونشجع الاسر الكافله او الاسر البديله. فبالنسبه لنا بيبقى قاسي لو اسره طبيعيه بتيجي بتسلم اطفالها. فبنحاول عشان كده نقدم دعم نقدي، نقدم توعيه، نقدم حاجات مختلفه ان الولاد يبقوا مع اهاليهم. لكن في كمان يعني عشان كده يمكن وعي في حاجه عن التربيه الايجابيه. لان راينا من الممارسات السلبيه للعنف ضد الاطفال
اللي هي ممكن تؤدي الى تعذيب طفل او ممكن كلنا شفنا الجده اللي ممكن الحادثه بتاعت الدهليه يعني طول عمرنا بنقول اعز من الولد ولد الولد كيف ممكن تكون الجده دي عندها على فكره مشكلات نفسيه. انا مش هحكم عليها عن بعد، لكن اللي بقوله ان احنا محتاجين اكثر يكون في اليات ابلاغ سريعه وحاسمه. احنا لدينا فرق التدخل السريع من زمايلي في الوزاره، في 17 عربيه بتجوب الشوارع في محافظات مصر المختلفه علشان نقدر نشوف اذا كان حد بيعاني في الشارع، يعني طفل مقبله ما بتعذب في البيوت او واحيانا بيصل تعذيب للامهات. ام بتعذب اطفالها يعني بالظبط. فاللي حضرتك قلته في ان في حاجات زي كده موجوده، في حاجات موجوده بس احنا بصدد ان احنا نلحقها يعني في قبل ما تمتد وتنتشر. احنا عندنا خط 150-44 هو بيعمل ده للابلاغ عن الحالات اللي هو في المؤسسات العنف ضد الاطفال ولا بشكل عام؟ في العنف ضد الاطفال في المؤسسات وساعات في تعاون ما بين المؤسسات التابعه لحضراتكم بالظبط، وفي تعاون ما بيننا وبين المجالس القوميه. يعني احنا عندنا 8 مراكز لاستضافه النساء ضحايا العنف، بيصلنا فيها البلاغات من المجلس القومي للمراه في الخط الساخن لديه. 16,000 عند المجلس القومي للطفوله والامومه بيبلغ ايضا عن حالات اطفال او عن حالات انتهاكات تم رصدها. عشان كده بقول بنعمل مع بعضنا البعض، لكن وزارة التضامن لديها من الخدمات إذا كانت مؤسسات رعاية، إذا كانت أسر بديلة، إذا كانت مؤسسات إعاقة، إذا كان دعم نقدي، فلدينا من التدخلات والخدمات الكثيرة التي تؤدي إلى حماية المجتمع المصري بشكل عام بكافة فئاته، خاصة الأشخاص الأكثر هشاشة أو الأولى بالرعاية زي ذوي إعاقة، مسنين. والتعبير ده بس خلينا نتوقف عنده، الأفراد الأكثر هشاشة مقصود بيه يا فندم؟ يعني عايزة أقول، مش عايزة أقول أكثر ضعفا بس أولى بالرعاية. يعني لو عندي رجل شاب وعندي حد مسن هاخد المسن الأول. فالاولى بالرعايه اللي هو فيه الاكثر احتياجا، مش عايزه اقول احتياجا عشان هو حقه اللي هو لو لا يعني لو ما اديتيش ايدك حالا هيروح في ده بالظبط. طفل اعزل، يعني طفل موجود في مؤسسه او في منزل اعزل ضعيف يعني بيعنف من قبل حد كبير، فده بالنسبه لي اولى بالرعايه فورا، يعني دلوقتي حالا ودلوقتي وفورا لازم نتدخل بشان هذا الطفل او هذا المسن او هذا الشخص ذو الاعاقه، لان اعتقد يعني هذا ما يليق بينا كمصريين. كلنا عارفين لما بتحصل موقف شديد بنقف ازاي، مش لازم نستنى شده الموقف، ممكن ناخد منهجيه استباقيه حتى نقي يعني انفسنا من المشكلات، مش لازم ندخل عشان نلحق بالظبط نستنى نستنى الكارثه تحصل يعني بالظبط. طب برضو في محطه لكن كنت حضرتك يعني في الوزاره يعني مساعد لوزير التضامن ثم نائب لوزير التضامن، وكان في لحظه مصر قررت انها تعمل اصلاح اقتصادي، وما يترتب على هذا الاصلاح الاقتصادي من يعني اجراءات صارمه، فكان لابد من برامج حمايه. كان ملف برامج الحمايه مع حضرتك واللي هو الناس تعرف منه الاكثر تكافل وكرم. ايه العيوب، او مش عاوز اقول العيوب يعني، لا قولها عادي قولها وانا اقول لحضرتك يعني ازاي قدرتوا تتعاملوا في هذا الملف؟ كانت في بعض المشاكل، في ناس دايما يشتكوا لا احنا نستحق، احنا ما خدناش، الوزاره مش شايفانا، انه يعني ازاي تعاملتوا مع هذا الملف لحد ما وصلنا الى درجه بالنسبه لنا احنا، لان احنا بنرصد ده الشكاوى من هذا البرنامج قلت كتير جدا، اشتغلتوا عليه ازاي يا فندم؟ طيب اولا يعني منذ 2014 بدا نهايته بدانا برنامج تكافل وكرامه، والحقيقه حصل تضافر جيد جدا وصحي جدا بين الاصلاح الاقتصادي والحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه ادت اكثر جراه للاصلاح الاقتصادي، والاصلاح الاقتصادي خلى الحمايه الاجتماعيه تقف على اهبه الاستعداد زي ما يكون حد بيلحق حد. بالظبط
او بيظلوا من اي خطر. يعني هو اذا جاز التعبير يعني في ظل الاجراءات الصارمه ده الايد اللي كانت بتطبطب يعني. بتطبطب او بتحمي يعني بتحمي. عشان كده كان في ما بيننا تعاون بين وزاره التضامن الاجتماعي بين وزاره الماليه. سياساتنا مرتبطه ببعضها البعض. وزاره الماليه منذ ذلك الازل كانت كريمه معنا جدا، فكرت وخصصت موارد طبعا بتوجيهات من فخامة الرئيس، لان دايما توجيهاته في ظل حماية او مظلة اجتماعية او شبكة امان اجتماعي لحماية الفقراء ومش بس الفقراء وذوي الاعاقة والنساء. فكلنا بناخد ده هذا التوجه والسياسات بنترجمها البرامج على الارض. بدأنا في البرنامج وبدأنا بشكل لم تكن الدولة مستعدة على الوجه الأكمل من ناحية البيانات والمعلومات، من ناحية الميكنة، من ناحية الجوادر المهنية اللي تقدر تساعد. كنا الحقيقة جرأة ان احنا ننزل وقلنا نبتدي ومفيش الأدوات دي كلها، ما كانتش، كانت موجودة بشكل ضعيف جدا. فقلنا طب ما نبتدي ونصلح واحنا ماشيين، لان لو محطة بتستنى محطة عمرنا ما هنتحرك. فنبقى أكثر جرأة ونبقى أكثر تسامحا مع بعض الأخطاء. دخلت تكافل وكرامة أعداد كبيرة، ومن ميزات هذه الأعداد أن أصبح لدينا قاعدة بيانات تتكون من حوالي 30 مليون مواطن. قاعدة البيانات دي بتعمل عملية إثراء، بدأنا من أول خالص التسجيل البيانات على تابلت على لوحة إلكترونية، فبدأنا يبقى عندنا البيانات دي بتخزن في قاعدة بيانات ثرية جدا بتشمل جميع مواصفات المواطن. كنا الاول بنعتمد على المواطن بيجلي ببيانات، بعد كده بقينا نزور في البيوت ونتحقق من هذه البيانات. عشان نقدر ندخل البيوت بهذا الكم من الملايين، يمكن احنا وظفنا حوالي 12,000 باحث اجتماعي ومشرف اجتماعي، بالاضافه الى حوالي 10,000 اللي بيعملوا في وزاره التضامن. فكنا ما يقرب من 22,000، ودلوقتي كمان كتروا بقى حوالي 25,000، بس واحد جندي في الميدان بيجري بيجمع بيانات ويزور ووالى اخره. بدانا نحط المنظومه. طبعا المنظومه دخل فيها بعض الناس تسربوا اليها في الاول لم يكن يستحقوا. لو بتدي 95 او 90 يستحقوا 10 ما يستحقوش، يعني تشيل بعضها ال 10 هيعملوا دوشه. لو اديت طلع فيهم 3 4 يقول لك ما فلان خد وهو عنده وانا ما خدتش، فبتبتدي تتداول ما بيننا الحاجات الحلوه قوي او الوحشه قوي. فبدانا طبعا بندقق بقى، خلاص بقى عملنا على الارض دوت، والاجراءات الاصلاح الاقتصادي خدت مسارها. فبدانا بقى ايه ناخد نقول عايزين نتحقق بقى بشده ننزل. كان في الوقت ده هيئه الرقابه الاداريه بدات تعمل قاعده البيانات الموحده. عملنا ربط شبكي ما بيننا وبين الصحه، فبقينا نعرف الوفيات في لحظتها. عملنا ربط شبكي بيننا وبين الداخليه، فبدانا نعرف مين جوه البلد ومين بره البلد. ما كانتش الشبكات الالكترونيه دي موجوده. عملنا ربط شبكي بيننا وبين التعليم، لانه مشروط والتنسيق مع كل جهه كان بينقي القوائم او البول بالظبط. طبعا اللي خد حاجه وبتيجي بعد كده تقول له توقفها له او تقول له هات اللي انت خدته، لا طبعا، يا خبر ابيض. يعني ثورات وصوالات وجولات ما بيننا وبينهم. فطبعا هيطلع ايه برضو، يمكن احيانا بعض الناس يعني اذا كان بقى اعلام مجلس نواب، طبعا ان كل ناس ليها قاعدتها وليها اللي بتسمعه وليها اللي بتشوفه، فاحنا تحملنا هذا كله. قلت بس ايه صبرا قال ياسر، هنجود ونحقق لغايه لما نعمل دواء. الحقيقه يعني اشكال التحقق اللي خدناها كتير، هيئه الرقابه الاداريه، الوزارات الشريكه، المجتمع المدني، بدانا نعمل حاجه اسمها لجان مساءله مجتمعيه جوه القريه. لجان مساءله مجتمعيه دي نواه لمشاركه مجتمعيه، فيها الرئيس الوحده المحليه وفيها الطبيب وفيها المدرس وفيها رائده ريفيه وفيها قيادات نسائيه، والقريه عارفه بعضها. فبقت هي كمان تشتغل تراقب على بعضها البعض. هنا بدات اليات مراجعه بقى للي بيجمعوا المعلومات، مراجعه من المجتمع على بعضه. فبدانا طبعا دخلنا اول ما حد بيقول رقمه القومي بنعرف، فيقول لك ايه ده انت شرفك اللي انا بعمل بشتغل كذا. بنتحقق من الضرايب العقاريه، هو مش عارف ان في دوله اشتغلت بقى خالص، يعني في اجهزه الدوله اشتغلت. لما تشوف الناس بيتخضوا ازاي يقول لك ايه ده انت عرفت كل ده عني ازاي. فطبعا احنا بنعرف مين، يعني طبعا اي بيانات فيها نسبه عدم دقه، اي بيانات في العالم واي بيانات في برنامج فيه مزايا بتلاقي فيه ناس يزعلوا وناس يتضجروا.
ولكن ادت بينا في النهايه الى ان احنا الحمد لله نقينا كتير. يمكن منظومه الشكاوى والتظلمات هنجودها السنه دي تماما، هنبحث كل التظلمات الوارده لوزاره التضامن الاجتماعي. وانا بطمن يعني بشكل عام ولا في البرنامج؟ طبعا بشكل عام بس في البرنامج. في البرنامج انتوا عندكم وصلكم يا فندم كم شكوى لم تبحث لحد الان؟ يعني لا في شكاوى بحثت؟ ما فيش لم تبحث. هو ممكن لم يتم معالجتها او الاستجابه اليها. يعني لو هو بيستفسر هياخد استفساراته في المكالمه او في لكن لما يقول مثلا انا عندي رقم قومي غلط فتطلع مثلا اللي كتب 2 اراها 2 بدل 3 او 3 بدل 2 اللي كتب مثلا سمر راح كاتبها سحر. ده مثلا اجراء بياخد وقت لغايه لما نصلح. مثلا وصلنا معلومه ان الشخص ده عنده حيازه زراعيه. فاحنا بنعمل حاجه اسمها تجميد. تجميد يعني ما بوقفوش، انا بس بجمده لغايه ما اتحقق من البيان عشان ما اهدرش الموارد. لو البيان ده تم التحقق منه بديله باثر رجعي من اول ما وقفت. لو تم التحقق من صحته وان الكلام ده طلع مش صح بياخد قصدي اسفه بياخد حقه. لو طلع الكلام ده صح بنوقفه. يبقى ما بقاش مجمد، بقى واقف، بل بطالبه برد موارد اللي خدها بالظبط. فانا عايز اقول ان هي في ناس ردت يا دكتوره، في ناس ردت وفي ناس هي يعني الايجابي بقى ان في ناس مثلا واحده جايه تاخد الكارت تقول لك انا جوزي جات له شغلانه في الاردن هيشتغل في مصنع حلويات خدوا الكارت. لان كل ما المجتمع بيحس ان في متابعه وتحقق كل ما كان هو اكثر شفافيه حتى مع نفسه او متخوف. كنا الاول بنقول انواع الدعم القديمه كانت بتتاخد مدى الحياه. دلوقتي هو مربوط بثلاث سنين ومربوط ان الطفل يروح المدرسه او يروح الصحه، فبقت الناس تقول ايه لا انا مش ضامن بكره في ايه لما اخد القرشين اعمل بيهم مشروع. او حد يقول لا انا مش كان الاول الناس بتخرج من التامينات وتجيلنا عشان يقولك بدل ما ادفع تامينات وتتخصم مني، لان لا يجوز الجمع بين التامينات والدعم النقدي. فدلوقتي التامينات عليت واحنا الناس عرفت ان ده مش مستدام للابد الا لغير القادر على العمل. فبقت تيجي تقول ايه لا انا مش هرجع، ده انتوا بتخرجوا الناس ساعات خليني اضمن في التامينات. فدي كلها سلوكيات ايجابيه يعني شفناها. عشان يسجلوا في تكافل وكرامه كان لازم ان احنا نعمل شهادات موثقه، شهادات ميلاد، بطاقات رقم قومي، شهادات زواج في بعض الاحيان. فده برضو ساهم في تدعيم قيم او اللي هو الاوراق الثبوتيه تاخد مجرى اكتر. والناس لما الست بتاخد ورقه ثبوتيه اوراق ثبوتيه بتقول لك ايه طب ما اقدم على قرض، ممكن اقدم على قرض اعمل مشروع. او بنضمن ان الطفل الجديد المولود عايزه تسجله بسرعه عشان تضيفه على الطفل التاني. ففي يعني احنا حقيقه محتاجين ندرس اكتر واكتر في الظواهر المرتبطه ببرامج الدعم النقدي. لان منها عرفنا نحط مؤشرات تنمويه للاسر جيده. لازم تعملي كشف صحه انجابيه، لازم الابن يروح المدرسه وينتظم فيها، لازم يطعم. فبدات الناس حريصه انها تمارس هذه الايجابيات بما يعود على الاسره كلها بحاجات كويسه. طب سنويا بيدفع كام في تكافل الكرامه تقريبا؟ احنا السنه اللي فاتت كنا 18 ومليار و500 مليون. ده 2019. ثم 18 مليون و500. ثم وجه السيد الرئيس بان احنا نزود 100,000 اسره زياده. فزودوا لنا 240 مليون. وبعدين يعني داخلين على 19 مليار اهو. السنه دي ان شاء الله في 2021 هتبقى الموازنه 19 مليار و300 مليون. لان احنا بعد ما نقينا بنزود بقى الاسر على نظافه على بقى قدر الامكان. وعلى اساس والبرنامج اكثر نضوجا، وبدانا ندعمه بتدخلات اخرى زي سكن كريم. زي لا اميه مع تكافل، وبعدين دخلنا في حياه كريمه، وبعدين النهارده بنطلق وعي. فاحنا في وهي كل المبادرات دي مرتبطه بالمبادره الام دي او بالبرنامج الام ده، بندي اولويه لتكافل وكرامه. لكن احنا بنعمل في كل مكان في كافه المجتمعات، لكن الاولويه بتاعتنا الناس بتوعنا علشان نقدر نساهم في ان احنا نعمل لهم تنميه متكامله ونحركهم بره يعني اطار مش بس الفقر المادي. احنا بنشتغل على فقر متعدد ابعاد. يعني ايه؟ يعني الميه، السكن، التعليم، الصحه، العوز المادي، الوعي. فهو ده الفقر المتعدد ابعاد بنوازيه
بتنمية متعددة الأبعاد. طب لو قلت لحضرتك من خلال التجربة دي والاحتكاك مع الناس، مش بقى كمسؤولة لا كباحثة، لو قلت لك نرصد ثلاث سلوكيات إيجابية يعني عايزة ان احنا ندعمها، وثلاث سلوكيات سلبية محتاجين نواجهها في التكافل والكرامة ولا ككل؟ لا، من خلال تعاملك في هذا البرنامج مع الناس، ومن خلال الشكاوى اللي جات، من خلال الأسئلة، من خلال التصرفات، من خلال عايز تبتدي بالسلبي ولا الايجابي؟ لا خلينا في الايجابي. ماشي، نبتدي بالسلبي ونحلل على الايجابي. طيب خلاص ماشي. لا لا خلينا عايز اقول السلوكيات الايجابيه هي اولا قوه المراه في انها تدبر نفسها وتفكر من اجل صالح الاسره. يعني حاجه جميله جدا انها تفكر دلوقتي ان هتزعلي لو عملنا مشروطيه وخصمنا فلوس للي ما يروحش المدرسه او ما ياخدش رعايه صحيه. ده حاجه جميله جدا، ده حاجه حلوه لاولادنا. طيب المورد ده هيبقى موجود، هتاخد الفلوس، طب ما اجيب بيهم شويه دقيق واخبز بيهم شويه عيش واعمل مشروع عيش. طيب ما اجيب بيهم مكنه، طب ما اجيب شويه خضار واقعد قدام البيت. فالحقيقه يعني حاجه حلوه، لان البرنامج هو برنامج صديق للأسرة. بس وعلى رأسها النساء، لأن الكارت بيطلع باسم السيدة، فهي بتعرف تدبر أمورها. تعرف تدبر طبعا. تمام، ده رقم واحد. ده رقم واحد. الحاجة التانية سعادة الأطفال، إن مثلا نقول إيه، أنا الأول كنت بقول لأبويا أنا عايزة درس، كان بيقول لي ما فيش فلوس. دلوقتي بقى عايز يوديني المدرسة عشان لازم أروح المدرسة، لأنه لو ما روحتش مش هناخد تكافل. او ان بقى في وفره ماديه، فبقى هو كمان عايز يوديني وعايز يريحني. فما بتشوف سعاده الاطفال، وان هو بقى يجيب له، فرحانه قوي انها جابت مقلمه. فرحانه قوي انها ممكن تبقى تاخد مصروف. فسعاده اطفال حاجه حلوه جدا. الايجابيه الثالثه ان تعاوننا مع بعض كجهات حكوميه واهليه. ان شفت وعي، مش وعي بتاع النهارده، وعي حكومي ما بيننا وبين بعضنا، ان كلنا بنكمل بعض. ان يعني ده لعقود طويله ما كانش موجود. يعني في مشاكل ضخمه في مصر خلصت لانه الحكومه اشتغلت مع بعضها، الجهات بالزبط. اشتغلت مع بعضها في حتى في مبادرات، حتى في وزاره الصحه مثلا، في غيرها، بتلاقي انه كل الدوله شغاله، فبيتم الانجاز. بيتم الانجاز، واحنا بنفرح اكتر لان بتشوف ميزه تراكميه على الاسره. او مثلا احنا يعني كنا قريب مع التموين، وعندنا اسر، بعض الاسر ما بتاخدش تكافل وكرامه. فالحقيقه يعني الدكتور علي خد الاسر مننا وبحث هذه الاسر، وبنستخرجها دلوقتي بطاقه التموين. نفس الحكايه بتوع التامين الصحي، طلبوا مننا، ادونا اسر تكافل وكرامه عشان ندخلهم في التامين الصحي. فبتفرح ان احنا شغلنا يعني بيكبر قدام عينينا، وبان الاسر بتاخد مزايا متكامله، فبتحس انك فعلا في تاثير، في اثر جيد على حياه الاسره. سبيشالي ان خاصه ان الولاد اللي بياخدوا مزايا كلهم في المدارس تقريبا. فدي كانت حاجه كويسه قوي. طب يعني احنا عندنا كده قوه المراه المصريه وسعاده الاطفال وتعاون الحكومه. بالزبط. ده الايجابي. السلبي بقى الحيل الكثيره جدا للمواطن المصري. يعني ما بيغلبوش، ذكاء كبير عايز. يعني كل ما عارف محتاج تعمل له المفتش كونان كده كل شويه. ينزل كده يعني ايه، تجيب له مشكله يعني، او تجيب له موضوع مثلا، او تعمله جهاز مسجل عليك ارض مثلا، جهاز كشف الحيله يعني. فيروح مثلا مسجل الارض باسم ابنه اللي اتجوز، ويبقى ما عندوش. انه مثلا يعمل ويتكسب مكسب كويس، بس يداري شغله وما يقولش. انه مثلا يشتغل، يعني هو مثلا ساب بني سويف وبيشتغل في القاهره شغلانه كويسه. فاحنا بنروح نزور الاسره ما نلاقيهوش. ففين نتقصى حوالين، لا ده مش شغلانه، لا ده انا رحت اجيب علاج لابني وكان راج، وقصه طويله عريضه. يعني ما دراما يعني. هي الحقيقه حيل كثيره جدا، ان مش يعني يعني مش حلو ان احنا طبعا نتحلى بيها. حيل ايجابيه حاجه كويسه. فدي اول سلبيه. ده تحايل.
حاجة. الحاجة التانية اللي كانت سلبية بس تحولت إلى إيجابية كان نقص البيانات لدينا، وده حملنا جزء كبير من اللوم في الأول البرنامج، أو من إن إحنا نقول لا أصل البيانات مش كانت بالنسبة لنا إحنا كانت سلبية شديدة. بس الحمد لله دلوقتي مفيش نسبة بين هذه السلبية عما قبل لغاية دلوقتي. فالبيانات كانت سلبية حقيقي وبقت إيجابية، ودي حاجة حلوة قوي. الحاجة التالتة المش حلوة إن كان في يعني تعنت من بعض الأسر، إن مثلا لا أنا مش هنعمل الكارت باسم الست. طب مش كده، طب والله لا طلقها. طلقها ليه؟ قال لك لا يعني انتوا فرحانين بيها قوي والست الست، والله لا طلقها. ليه لا؟ انا مثلا نازله، احنا قلنا الكارت هيبقى اسم ست مش عشان حاجه، عشان يقرب للاطفال. صحيح. في سن صغير. فمثلا انزل في وحده فلاقي زمايلي موجودين، هم المفروض احنا كلنا بنتكلم نفس اللغه. فيقول لك لا 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 ما يصحش اللي بتقوله ده، عيب. ده زميلي انا اللي في الوحده مثلا. لا احنا نخرج الستات، احنا عندنا الستات ما يتبهدلوش ما يخرجوش كده. بيقول لنا وانا خارجه جايه من القاهره رايحه قريه في اخر اسوان. احنا قلت له يعني انا متبهدله؟ لا انا ماليش دعوه بيك، يعني ما اعرفش بقى عندكم ايه اللي حصل. فكانت في تعنت شديد في الاول ان السيدات هم اللي يحصلن على على فكره احنا بنعمل هذا العام دراسه للنوع الاجتماعي او للعلاقه الرجل بالمراه ضمن برامج تكافل الكرامه. تكافل الكرامه يعني ده يطلع منها مؤشرات كتيره ان المجتمع وصل لحد فين وبيفكر ازاي. بس يعني بقينا يعني حاجه حلوه بالعكس، اتصور ان البرنامج في بعض الاحيان رد اسر لبعضها، لان كان في خناقات على الفلوس كتير، وكان في خناقات كذا، او حد لقاها بقى ايه يعني الست بقت تجيلها. فدي من بعض الإيجابيات والسلبيات. طبعا في إيجابيات وسلبيات أكثر، لكن ده أكثر ما لفت نظري في الأول. طيب اسمح لنا هنطلع فاصل قصير ونرجع. احنا اتكلمنا في المقدمات اللي قادت إلى العمل، واستعرضنا بعض الحاجات اللي بتحصل في الوزارة، بس في يعني أشياء أخرى، لأنه احنا بنتكلم عن وزارة بتعمل في الشارع طول الوقت. ففاصل قصير ونرجع تاني. فاصل قصير وأعود لحضراتكم لاستكمال هذا الحوار مع معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباني. أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من حلقتنا والجزء الثاني من حوارنا مع معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباني. معالي وزيرة، يعني في ناس كتير مبسوطة وناس كتير راضية من الأداء بتاع الوزارة، بس في ناس يعني مش عايز أقول عندها غصة، ولكن عندها تساؤلات. تحديدا يعني البرنامج كتير جدا ناس بتتكلم في مسألة المعاشات، وعندهم أحيانا مش فاهمين يعني هم ليهم حق ومش عارفين ياخدوه. طب القانون وصل فين؟ طب اللايحة ايه وضعها؟ قضية المعاشات لو حضرتك يعني نقول فيها قول فصل للناس. لو اقول قول فصل هقول القادم افضل. وقول فصل برضو الماضي لم يكن ذنب وزارة التضامن فقط. الحقيقة هو المعاشات هي حصالة بتحط فيها حاجة وفي الاخر بتجني ما استثمرته على مدار سنوات. صحيح. يعني دي فلوسهم. بالظبط. الاشتراكات كانت ضعيفة، وكان في أخطاء وتسامحات لا يجوز أن تكون، أن أشتغل بعشر قروش وأمن على قرشين فقط وأقعد العمر كله وبعدين أجي في الآخر ما أخدش القدر كافي من ما يكفيني. لأن المعاشات هي نظام تكافلي، وهي نظام مش كل الدول، يعني الدولة المصرية حاليا بتحط فيه حصة كبيرة. ده مش بتساهم. موجود بتساهم طبعا. ما يعني في المستقبل ربما لا تساهم، خاصة بعد استرداد الأموال. لكن في دول كثيرة هي بالعكس استثمار أموال المعاشات بيساهم في اقتصاد الدولة. يعني في تنشيط اقتصاد الدولة، الاستثمار المحلي، تحفيز الاستهلاك. هي الفلوس اللي بتتقسم دي ما بتبقاش مركونة، هي بيتم استثمارها.
ما كانش بالقدر الكافي ما كانش زمان. بالمنظور الاستثماري اللي هو بفعلا بيعظم الأرباح. فكان في اشتراكات ضعيفة، ما كانش في استثمار بالقدر الكافي، تسرب بعض أموال التأمينات خارج إطار الاستثمار، مديونية لدى كثير من القطاع الخاص والقطاع العام ولدى المصانع. فبالتالي أصبحت كل مادة بنخلي الموازنة بتاعت المعاشات أكثر هزالة، يعني بقت أكثر كل مرة تهزل أكثر، فبقت عاملة زي ما يكون مواطن ضعيف وإحنا بنحمل عليه. بالإضافة إلى أن كان في طبعا أثناء الإصلاح الاقتصادي كانت التوقعات أن المعاشات تتضرب مرتين وثلاثة. المعاشات زادت في الفترة السابقة، كان في جهود قانونية وتشريعية، وإن إحنا عشان نطور القانون ونطور منظومتي اللي هو الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومي، دلوقتي أصبحت منظومة واحدة. كان في جهود تشريعية كمان عشان يحصل قانون جديد بلايحة جديدة. كان في جهود بتحصل عشان استرداد أموال التأمينات وفك التشابكات. كان في قليل من الاستثمار في تدريب الكوادر اللي بتخدم الناس، ما كانش في استثمار في بنية مكاتب التأمينات والأخرف. مكاتب التأمينات لما تشوفها بعضها كويس وكثير منها تبقى مش قادر تصدق، وازاي لسه ملفات المواطنين بتتحط في ملفات وتترص، محتاجين ميكنة كاملة. كان في جهود تمت أيام معالي الوزيرة السابقة وبنستكملها دلوقتي بقى ونتوسع فيها بقدر كبير. وكان طبعا ليهم الفضل في اللي الفضل ان هم فض التشابكات مع اطراف عديده، والسيد وزير الماليه بذل جهود كبيره عشان يقدر يرد بعض هذه الاموال تدريجيا الى ان تستكمل بالكامل. فده ذنب الماضي. القادم بقى القانون، صدر قانون المعاشات ولائحه تنفيذيه على وشك ان تصدر، في يعني عايز اقول اصلاح شامل في المنظومه كلها بدايه من ضمن على وشك يا فندم، يعني ممكن نقول مدى زمني ولا يعني احنا متوقعينه في خلال شهر او بالكثير اقل من شهرين هتكون صدرت اللائحه التنفيذيه، اللائحه التنفيذيه لقانون المعاشات. بالظبط، لان يعني ان شاء الله عن قريب جدا، يعني ده لان احنا مش بس غضبنا احنا والماليه ومجلس الدوله، لكن القانون صدر واللائحه التنفيذيه على وشك. لكن لان هي بعد القانون لينا فتره معينه يجب ان تصدر اللائحه التنفيذيه، صحيح، ثم تفعل على ارض الواقع. لكن الاصلاحات الجاريه لا تنتظر اللائحه. ضم الصندوقين اتضموا في هيئه، بيحصل دلوقتي يعني تطوير مجلس اداره جديد، هيحصل فيها صندوق استثمار وصندوق عقارات، هيحصل دلوقتي فكر استثماري بالكامل، ميكنة منظومة المعاشات، تسهيل للإجراءات، تكبير يعني أو زيادة الأجر الاشتراك التأميني، بقى في حد أدنى وحد أقصى، العمالة غير المنتظمة بقى ليها حقوق والدولة بقت هتساهم، يعني لو العمالة غير المنتظمة هتدفع حد أدنى 90 جنيه الدولة هتساهم ب 210 تانيين، أسفة ب 120 على 90، يعني يبقوا الإجمالي 210 90 المواطن. فالحقيقة يعني اللي عايز بعد كده بيزود على الحد الأقصى ويوضع أكثر في حصلته عشان ياخد أكثر لما يطلع معاش، ويستثمر هذه الأموال لصالحه، مش فقط لصالح التأمينات والمعاشات. فالحقيقة فيها في اللي جاي القانون جاء بكثير من المزايا وتطبيقها الدولة كمان. الأهم بقى إن في عزيمة من القيادة السياسية ومن القيادة في الحكومية ومن الإرادة السياسية وقيادة حكومية، وحتى القطاع الخاص والأعمال بقوا أقل تعنت في إن هم يلتزموا ببعض الحاجات. لان طب ليه يا فندم الناس احيانا بتشعر ان الحكومه بتعاندها؟ يعني حضرتك قلتي انه الاراده السياسيه والقياده الحكوميه اقل تعنت في يعني في يعني لان القوانين كانت مقيده يعني، لكن في احساس عام في الشارع انه لا الحكومه بتعاندنا، انه الناس تاخد حكم فيتم الطعن عليه، وبعدين الرئيس يقول نفذه وبعدين نلاقي فيه تاخير. هل فعلا في حاله عند؟ بص هقول لك على حاجه، هو في شقين.
شق ان شق الزمن وطوله وشق تعدد الاطراف. الزمن وطوله انا ممكن اكون الحته دي مكشوفه فكل ما حد يعدي يخبط فيها. اخر اطراف بتعدي بتبقى هم السبب اللي كشفوا الجلد فوجعوني. لكن هو ده من زمان. يعني الحكومه مش بتعاندها، هو من صعوبه هذه الحكومه انك بتحفر الاول وتنظف بعدين بتبتدي تبني وبعدين تبني. فالبناء بياخد وقت. فطبعا الناس بتعاني بقالها زمن. فاحنا لسه هنستنى يعني زي مثلا مش بس اصحاب المعاشات، حتى ذوي الاعاقه يعني دول يعني بحبهم. احنا كنا هنيجي لده. لا انا بجيب مثال بس. ان انا حرمت من حقوق كثيره فجاه يعني على مدار العمر، بعدين جيت خدت حقوق عايزاها بكره وعايزاها كلها. فاهم قصدي حضرتك؟ فهي ده لما الحكومه ما بتقدرش فبيبقى في اتهام للحكومه انها فيها مش عايزه اطلاقا. ده انا بقول لحضرتك يعني في توجيهات. انا بقول انه في اتهام ان الحكومه مش عايزه، الواقع انه الحكومه عندها عمل تدريجي. تدريجي يعني مش عايز اقول مش قادره، بس هي عندها تدريجي. عمل تدريجي تدريجي. فده خاص بالزمن وطوله، خاص بقى بتعدد الاطراف. لو احنا النهارده كتضامن بنقول لا او ما نقدرش نقوله لوحدينا. لازم نشوف خزانه الدوله، ولازم نشوف اموال التامينات، ولازم نشوف القوانين والتشريعات. فعلى بال ما بتتحقق من ده، ما هو انت النهارده ممكن حضرتك تطلع التشريع وما تلاقيش موازنه، او تطلع موازنه وما تلاقيلهاش سند قانوني وتشريعي. بالظبط. فعلى بال ما بتاخد اللفه ما بيننا وعشان الموارد في الاخر لسه محدوده والتعقيدات الاداريه والاجرائيه موجوده، عشان فعارف حضرتك عمال ندبقها بت هنا ومن هنا لغايه لما تكتمل الصوره. ولكن اللي انا بقدر اقوله لاصحاب المعاشات هي احنا حكومه مش بس وزاره حمايه اجتماعيه، احنا حكومه حمايه اجتماعيه. والحمايه الاجتماعيه مش دي حق لكل مواطن بما يشمل العمل والانتاج. يعني انا مش هقول حمايه اجتماعيه ليست احسان على الاطلاق. بالظبط. هي حق للمواطنين. لان انتوا بتشتغلوا على فكره التمكين. فكره يعني التمكين وفكره يعني الاستحقاق والاستهداف. انتوا هنا حكومه يعني مش حكومه بتدوا للمواطنين سمكه، بتعلموه يصطاد اذا جاز التعبير. بندي يعني. صح تعبير حضرتك بمحله. بس سمكه للي مش قادر يشتغل يعني. لحد مسن كبير، لطفل يتيم لسه صغير او بيتعلم، لسيده معيله ما تقدرش تسيب ولادها يعني يا دوبك بطاقتات بسيط. لكن اول ما الطفل بيكبر خلاص بقى خد السمكه وخد الصناره واصطاد لكن القادرين على العمل الحمايه الاجتماعيه بتاعتهم ممكن يعني يتم حمايتهم زي مجموعه الصيادين مثلا. وانا بطمن الصيادين ان يعني ان شاء الله موضوعاتهم بتاعه المعاشات والدعم النقدي وكله هتتحل، احنا بندرسها سويا احنا والتامينات والمعاشات. صيادين لا انا بجيب سيره ناس بتتعب وتكد وانا شخصيا بحترمهم جدا وقد ايه هم بيتعبوا. فبيجي مثلا في اربع شهور زريعه ما بيصطادوش. فيبقى احنا ممكن ندخل نقول ايه، يبقى احنا هندخل في الاربع شهور دول نعمل حمايه اجتماعيه متكامله للصياد. مش معنى كده على فكره انه بيقعد في بيته، اكيد بيشتغل برضه. بس مش زي الاشهر مش زي الاشهر بتاعت العمل. فالحمايه الاجتماعيه لبعض الافراد العاملين ممكن تبقى موسميه. او ممكن ابقى انا بشتغل خرجت من شغلي وتعثرت، فممكن في الفتره دي لغايه ما الاقي شغل تاني الحكومه تسندني. فانا مش بقول ليس كل ما هو قادر على عمل محروم من الحمايه الاجتماعيه، تعتمد على ظروفه وظروف عمله وسنه وصحته. فرجوعا لموضوع المعاشات، انا بقول لحضرتك ان في اراده عندنا جميعا، ويعني انا جئت هذه الوزاره بقلب حمايه اجتماعيه. بس ان شاء الله بفكر برضه استثمار. لان الاستثمار هو اللي بيغذي. ما هو ده جزء من يعني هو اللي بيغذي بيعزز الحمايه الاجتماعيه. بالظبط. بالظبط. طيب يعني دي رساله لاصحاب المعاشات انه ان شاء الله البشرى جايه والخير جاي ان شاء الله. القادم افضل والصيادين زي ما حضرتك قلتي. طيب ذوي الاعاقه بقى، لانه برضه كتير من الرسائل اللي بتجي لنا ومن الناس اللي بيتكلموا معانا انه القانون اتعمل واللائحه التنفيذيه صدرت ان هم شايفين اهتمام من بدايه من راس الدوله. يعني هم الناس بتشعر انه في الاحتفال السنوي اللي الرئيس بيحضره انه بيستمد منهم طاقه ايجابيه، هو شخصيا يستمد منهم طاقة إيجابية. هو بيقول ده طبعا بيحبهم جدا. وهو بيقول ده، لكن هما بيقولوا انه لا المساله صعبه وانه لسه في حاجات ما راحتش للمؤسسات ومش عارفين نطلع اوراق معينه ومش عارفين نطلع شهادات معينه. رسالتك ليهم ايه يا فندم؟
هم الاول اللي بيقولوه صحيح. يعني بقولها بمنتهى الشفافيه، احنا كنا بنعمل مع بعضنا البعض كجهات، واطلقنا صندوق عطاء للخيري، وفخامه الرئيس وجه باطلاق مجلس قومي، اسفه، صندوق قومي للاعاقه. الصندوق القومي للاعاقه عملنا له قانون وهو في اعداد المراجعه في الوقت الحالي. ذوي الاعاقه مساله ان هم حوالي اكثر من 10.7 مليون مواطن، الدوله لم تكن مجهزه. مش ممكن اول ما طلع القانون هتعمل اتاحه للمباني وهتعمل تامين صحي وهتعمل دمج في المدارس وهتعمل فرص تشغيل، بس على الاقل نبدا. احنا الحمد لله يعني اول امبارح اطلقنا الموقع الالكتروني بتاعنا لتسجيل الاشخاص ذوي الاعاقه عشان بدء استخراج بطاقات الخدمات المتكامله التي تمثل كانها بطاقه الرقم القومي الاضافيه للشخص ذو الاعاقه، التي تثبت درجة إعاقته ونوعها والتي تؤهله للحصول على كافة الخدمات. استخرجنا من القانون كل الخدمات الواجبة، وزعناها على كل الوزارات، كل وزارة معنية بالخدمات بتاعتها. كل وزارة مثلا، احنا مثلا عندنا جزء الجامع بين معاشين، عشان نعمله كان لازم نراجع قانون التأمينات وبعدين نوفر المبالغ، كل ده حصل. وبعدين ندرب الناس عليه، وبعدين نوعي الناس اللي هو موجود في مكتب التأمينات في ساحل سليم في أسيوط. فاهم قصدي حضرتك يعني ايه؟ في كل مكان يعني. في كل مكان. أو مثلا إن هو يحصل على إعفاء جمركي من سيارات، ودي كانت حاجة مخوفة الدولة إن يكون في إساءة لاستخدام هذه المزايا لغير مستحقيها. فقلنا لازم نعمل نماذج جيدة جدا عشان نفلتر من هو مستحق عما هو غير مستحق. كل ده تم الحمد لله، واطلقنا الموقع اول امبارح، لكن خد وقت، خد وقت كمان، لان كان في نفس الوقت مثلا احنا بنشتغل مع الصحة، الصحة كانت بتعمل 100 مليون صحة، والتعليم كان بيطور التعليم، فكل واحد عنده ملفات يعني لغاية بيشتغل عليها. فلغاية ما ياخد حتة من هنا وحتة من هنا، ومفيش تعيينات لسه جديدة دلوقتي، فبنعمل كلنا على قلب رجل واحد، فبنجيب دلوقتي عمالة واستعانة من قانون الخدمة المدنية، فبتعمل إصلاحات هيكلية كثيرة. خدت وقت شوية، لكن لو في يعني احنا، انا اتمنى ان يكون في ثقة بين المواطن والدولة، ان الدولة تتمنى وتعمل جاهدة لصالح المواطن. الدولة على الأقل احنا مسؤولين عن وزارتنا، وأكيد زمايلي زيي وأكتر، لكن مش بس الدولة، احنا المجتمع المدني كمان. المجتمع المدني بيدفع بالجهود كثيرة جدا في مجال الإعاقة. جمعيات أصيلة يعني بتاعت زمان، زائد جمعيات بقى شبابية واعدة جدا جدا، وعندها قدرة كبيرة على تعبئة موارد، قدرة كبيرة على مهارة تكنولوجية ومهارة تعبئة الناس. يعني كل ده كنا بنعد العدة مع بعض. احنا مثلا عندنا 220 مكتب تأهيل اللي هيستقبل الحالات. مكاتب التأهيل لم تكن مميكنة، ميكناها بالكامل. عشان نميكنها عايزين نعمل مناقصة عشان نشتري الأجهزة. فعملنا مناقصة. يعني نقدر نقول انه هذا التأخير كان من اجل الاسراع بعد كده بكل الخدمات بالزبط. وكل كان اعداد بنية تحتية وبنية تكنولوجية وتدريب موظفين، كان اعداد اعداد وتنسيق، وده طبيعي. وانتوا بتبقوا مقدرين مسألة الشكوى، لانه انتوا عارفين ان الحاجة موجعة يعني، لكن انه اللي جاي برضو افضل ان شاء الله. لا ده اكيد يعني، انا بحترمهم جدا وبؤمن بقدراتهم، وبأحمل نفسي مسؤولية خدمتهم، او مش هما بس، كل من الفئات اللي احنا بنخدمها كوزارة، الفئات اللي بنخدمها وهي زي ما قلت لحضرتك اولى بالرعاية طبعا، اهلا وسهلا بيها، لكن كل ما هو قادر على ان يعطي، انا اتمنى انه لا يتلقى الخدمة فقط، بل يشارك في الخدمة وفي تطوير هذه الموارد وفي خدمة غيره من هو أضعف، لكن نتمنى أن يبقوا شركاء، مش بس يبقوا مواطنين متلقين الخدمة. في دور الرعاية فندم، أحيانا بيبقى السؤال إيه؟ يعني هل مفيش رقابة على دور الرعاية؟ بيبقى أحيانا في وقائع مزعجة جدا وموجعة جدا، واعتداء على النزلاء في دور الرعاية.
فالناس تقول طب هو فين المسؤولين، فين الرقابة، فين المتابعة، ما الذي يحدث في دور الرعاية؟ بتتابعوها ازاي؟ رقابتكم عليها ازاي؟ دور الرعاية متعثرة. متعثرة؟ انا اقصد الحوار ده المختلف فيه انه مش الاسئله اللي صادمه، الاجابات اللي صادمه. ان انا شفافه يعني زياده لا يعني فدور الرعايه متعثره. لا ما انا بقول يعني هي مش الاجابات الصادمه، هي اجابه حقيقيه وواقعيه. يعني لو انا طالبه ثقه ما بيننا وبين المجتمع فانا لازم اكون صريحه واقر ببعض الحاجات، لان اصل هخبيها من مين؟ ما احنا شايفين. لا انا عن نفسي ببقى معجب جدا بالاجابات الصادمه يعني. لا يعني لا بس ان شاء الله يعني هذه الصدمه يعني بعديها علاج يعني ان شاء الله. هي احنا بنعترف ببعض الحاجات عندنا. انا بقول متعثره يعني ما هيش سيئه قوي، لان في مؤسسات كويسه جدا. هيك سالتني على اليات المتابعه. دور الرعاية بتديرها جمعيات، نحن في حاجه شديده الى مراجعه هذه الجمعيات ومراجعه ادائها وجوده خدمتها ومراجعه قدرتها على تعبئه موارد. المشكله ان كله كان معتمد على الدوله. يعني حتى الجمعيات اللي ماسكه دور رعاية هي معتمده على مبلغ الاعانه اللي جاي من الدوله. المجتمع المدني الحديث عنده قدرة على تعبئة الموارد وعلى استغلال أصوله. وعلى عندي مثلا جنينة كبيرة إزاي استغل الباكيات اللي برة عشان أعمل أستثمرها دخل. يعني أنا كنت قلت حك في بداية الحديث إن حبنا للناس لا يمنع فكرنا الاستثماري. صحيح. فكانت جمعيات بعضها ضعيف فما كانش قادر على تجويد الخدمة. واحد. اتنين، كان المهاية والأجور كانت متواضعة للقائمين على هذه المؤسسات. فبالتالي الكوادر اللي جايبينها ما كانتش قوية بالقدر الكافي، ويعني بما معناه على قد فلوسكم. فالعدد دي قفة مصرية يعني ان شاء الله نقضي عليها. انه على قد فلوسكم دي ان شاء الله نقضي عليها، نديهم حقهم ويدونا حقنا، يا اما نفك الشراكة بالظبط. وبس مش هنفكها ونسيبهم، لا احنا هنحاسبهم. لان على قد فلوسنا اللي مش قادر يأدي خدمة لطفل او يكفل كرامته او يحفظه، مع السلامة يعني. مع كل الاحترام، لكن لو قعد فهو هيسأل حتى لو فلوسه قليلة، لان روح الطفل اغلى. صحيح. من اي حاجة ومن اي موارد. وطالما اتفقنا انه هو ده اللي بتاخده واللي مطلوب منك كذا بالظبط. طالما ارتضيت يبقى حافظ على روح طفله وعلى كرامته. مش قادر يمشي او تمشي. فاللي انا بقوله، انا بقول هذه الزلات، لكن انا لا اوافق على بعضها كثير منها، لكن في جزء تاني انا بعتقد ان لازم يكون في رقابة مجتمعية. مش رقابة بس من الموظفين. وانا ده اللي بشوفه دلوقتي مع ودي سيدات. ودي بتحصل يا فندم. يعني احيانا الناس اللي بتنزعج من الشبكات التواصل الاجتماعي لما بتعرض بعض النماذج او الاساءات او فده مطلوب، لانه ده دي رقابة مجتمعية. رقابة مجتمعية. وفي كمان، انا كنت لسه مع سيدات في مؤسسة، يعني انا بقيت سعيدة قوي في مؤسسة، قلت لهم انتوا رجعتولي امل كبير في دوت. السيدات فيها مش قادرة اقول لحضرتك، والله العظيم انا شفتهم بيحنوا على الاطفال كامهاتهن، يعني بالظبط كانهم امهاتهم. لما سألتهم هل ممكن تساهموا في الرقابة، انك تزوري، عايزة منك بس 4 ساعات في الشهر، 4 5، تزوري مرتين او ثلاثة مؤسسة، حتى لو هقول المؤسسة دي ليها 2 أو 3 يزوروها، يعني مرة الصبح مرة بالليل مرة في نص الليل. اتأكد البنات كلها بايتة في الدار، الاكل يعني جيد وصالح للطعام، في حنفية مية وسخنة، المكان نظيف، وهكذا. فقالت لي ده انا نفسي اعمل كده. وانا ممكن كمان بنتي تشتغل معايا. هي سيده يعني في الخمسينيات، وقالت لي بنتي متجوزه بس نفسها تعمل دوت. فاللي انا بقوله ان احنا في حاجه الى تعبئه هذا الجهد الجميل والاستعداد، ان نراقب سويا مع بعض على جوده هذه الخدمات. ثلاثه، ان المؤسسات ما اعتقدش ان فيها ازمه موارد. الخير ما زال في مصر، في تطوع او تبرع بكثير من الاغذيه بملابس. فالمساله بس كلها ان احنا نخبط على الباب الصح وناخده بكرامه وعزه للولاد. الاخر حاجه ملف، ان هي ملف المساءله. يعني اما حد يعمل دوت النهارده عندنا اجهزه امنيه واعيه تماما
يعني انا فاكره في حادث اخير واعيه وحاسمه انا فاكره في حادث اخير عرفته، كنت جايه من المنيا لغايه ما وصلت هنا كان الموضوع اتحل والست تم القبض عليها والتحفظ. الست بتاع حلوان، الست الست اللي هي كانت بتسيء يعني معامله طفله بشكل بشع، او رجل بيتحرش ممكن يضايق بنت، مش تحرش كامل لان طبعا المؤسسات مهما كانت هي ما زالت امنه، لكن بيضايق بنت من البنات او لا، يعني بقت الاجهزه مجرد ما بنتصل بيها بتبقى في الحال والتو. بقى عندنا كمان في الوزاره فريق تدخل سريع، مجرد ما بنشوف حاجه على السوشيال ميديا او على بينتقلوا فورا حلو ان يكون في وعي وعايز اقول مش بس تعاطف ومسانده ودعم من جانب الاعلام الاجتماعي، لكن انا بقول خلينا الاول قبل ما يعني نعلق المشانق الى بعض نقول يعني حسبونا لما تبلغونا وما ناخدش وما نعملش بالظبط. لكن الاتفاق كويس، حلو قوي الاتفاق كويس خلاص. انه الحساب لو احنا اتبلغنا او عرفنا بشيء وما اتحركناش. بالظبط. طيب الوجه الاخر بقى للتدخل من اجل المشردين اللي في الشارع، يعني كانت في حمله ضخمه جدا واعتقد ان هي واعتقد ان هي ممتده ومستمره، يمكن كانت في اولها كان في حاله زخم شديد والاعلام كان متابع اكتر، لكن انا عارف ان هي مستمره حتى هذه اللحظه. وكانت الطله الاولى لحضرتك كوزيره للتضامن لما طله في الشارع لما نزلتي وكنت موجوده بنفسك مع الفريق اللي بيتعامل مع المشردين. انا مش هسالك انتوا بتعملوا عشانهم ايه، لانه ده كلام كتير يمكن احنا قلناه، لكن الصعوبات اللي انتوا بتواجهوها معاهم، لانه في بعض الناس مثلا بيرفضوا يمشوا او بعض الناس، الصعوبات ايه فت؟ الصعوبات من الناس في الشارع بتبقى من الاعتاد على حياة الشارع فترة طويلة، يعني مسألة التسول. مواطن بلا مأوى بيجي على طول وبيبقى عايز يعني يتدفى او عايز ياكل او عايز ياخد حمام، لو هو معتاد هناك وبقى خلاص بالنسبة له مش تسول يعني بيشحت، لا هو شايف هو مبسوط كده في الشارع في عالم من الحرية، وخلاص قالك انا ما اقدرش ادخل حد وحد يربطني بميعاد وما اقدرش، انا باجي اي وقت بمزاجي، انام اصحى اقوم اشتغل اخد حمام ما اخدش، انا حر. فبقت حرية بلا رادع يعني فما بيفرطش فيها، دي صعوبة، مش قادر تحكمه، ما عملش قدامك حاجة غلط بس مش قادر تسيبه، مش عاوز يسيب الشارع ويجي للمؤسسة. الصعوبة بالظبط. الصعوبة التانية اللي هم بيبقى عندهم مشكلات نفسية، مش مشكلات نفسية عابرة، لا مشكلات نفسية متأصلة بس في وصمة للمشكلات النفسية او عدم فهم من بعض الاسر او زهقوا منهم فبتطلقهم في الشوارع، فدول اللي يعني الحقيقة قلبي بيوجعني عليهم، لان ما بتبقاش عارف يعني لا هم المؤسسات عارفه تتعامل معاهم ولا اهاليهم احيانا عايزينهم او هم تاهوا من اهاليهم. يعني هي خرجت او هو خرج مش عارف هو كان فين. وبدانا الحقيقه مع السيد وزير الاتصالات قال بيعمل كده يعني هو واطفال مفقوده مع الزملاء الاعزاء في الاعلام الاجتماعي بيعملوا برامج علشان التعرف على المفقودين. والسيد وزير الاتصالات قال لي انا حتى بعمل حاجه تقيس الجمجمه بالنسبه الى الناس الكبار عشان لو تاهوا او حاجه واهاليهم سالوا عنهم نقدر نردهم لاهاليهم. في اكثر من جمعيه اهليه بنتعاون معاها في ذلك، لكن الصعوبه ان الشخص احنا لسه غير يعني محتاجين ناهل نفسنا اكتر، اللي هو عارف يروح صحه نفسيه لان الصحه النفسيه ما عندهاش مؤسسات اللي هي الخنكه او العباسيه وهم مش ما هماش عندهم امراض عقليه، عندهم امراض نفسيه. واحنا عايزين بنعمل شراكه دلوقتي فقلنا لهم طب انتوا عالجوهم واحنا نستضيفهم. فده اللي احنا بنعمله دلوقتي. الصعوبه الاخيره بقى ان طبعا لما بيبقى الاعداد كبيره ان بيبقى ليهم مصاريف، مش مصاريف اكل وشرب، مصاريف رعايه. ان عايز اخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتعاملوا معاهم بشكل جيد، عايز تطمن عليهم. بدانا هنعمل ان شاء الله قاعده بيانات، هنعمل ابلكيشن او تطبيق، يعني لسه كنا مع جمعيه امبارح من الجمعيات، الابلكيشن او التطبيق بيرصد فين الشخص
انت بتسجله وبتصوره وبتبعته للوزاره. واحنا بنقوم بالباقي بقى ان شاء الله. طب هل في صعوبه مثلا نقدر نسميها يعني تشرد منظم؟ يعني في مش عايز ابالغ اقول ان تبقى في مجموعات، في عصابات، في يعني المشردين دول مش كلهم ده اكل عيش يعني. صح، التشرد ده بالنسبه لنا اكل عيش. انا بقول عشان في كده جزء فيه بالظبط. لا موجود، والسيد وزير الداخليه ابدا قال انا عايز اتعاون، وبينزلوا فعلا هم كمان يعملوا حملات، بس بينزلوا. يمكن احنا بناخد يعني اتجاه اجتماعي، وما بياخدوا اتجاه امني للشارع وللشخص، لان كمان خايف على الشخص. لكن احنا بقى بنخص بالذكر لو في تشرد او لو في تسول وفي اطفال صغيرة. ده بيبقى في الغالب منظم يعني. ده بيبقى منظم. وبعدين هتقول لها دي بنتك، وهي بتقول دي بنتي. اتاكد ازاي انها بنتها؟ طب معاكي رقم قومي؟ لا. او معاها طفل عنده اعاقه او معاه، مش لازم معاها. طب هل الاعاقه دي ما الطفل مولود بيها، ولا هم عملوها في الطفل؟ طب ده ابنهم ولا لا؟ ففي الحاله دي قلت لهم لا، احنا هننزل ناخد العيال. يعني مفيش ناخد العيال. هل انت محتاجه تشريع، يعني تشريع جريء للتعامل مع هذه الحالات، او حتى التشرد العادي؟ لان ما هو وانت ما تملكيش حاجه للشخص اللي مش عاوز يجي دار رعايه. انا بتهيألي التشريع موجود، لان هو اللي موجود في الشارع من غير اي وظيفه ولا حاجه، وقاعد في الشارع او وجوده في الشارع بيمثل خطر، خاصه لو معاه اطفال. اعتقد انا معرفش عشان اكون يعني امينه، مش عارفه ايه التشريع بالظبط، بس انا عارفه ان ده موجود في القانون، الحفاظ على الامن العام وعلى امن الشخص. لكن محتاج تفعيل. وتكاتف جهود، ومحتاج شويه صبر، لان كل هذه الظواهر لم تظهر فجاه. صحيح. يعني موجودين، وعلى فكره بنحاول باقصى جهدنا، لكن هو موجود في كثير من دول العالم واكثرها تقدما. هتلاقي بعض برضو العناصر في الشارع موجودة، وشكلهم مميز، وبيبقوا شعرهم طويل، وهدومهم غريبة، ويعني وحتى بشرتهم لونها مختلف. يعني أحد الحالات اللي ورهاني من جمعية من الجمعيات، أنا الوصف اللي أنا وصفته ده دلوقتي كان واحد منهم. خدوه وبعدين وروني واحد قاعد وبيعلق أو بيعزف عود. فبيقولوا لي هو ده. قلت لهم لا مش ممكن. فجبت الصورتين. ايوه هو شبهه. يعني في الاخر لما اتدقق، فقلت لهم ازاي؟ ايه اللي خلى، يعني مش قادره استوعب ايه اللي خلى هذا الفنان يروح للشارع بالمنظر ده؟ فقالوا لي جات له ازمه نفسيه، ومن ازمه نفسيه فقد شغله، ومراته سابته، ونزل الشارع، ويعني لما لقى هذا الـ الاهتمام والحب ولا اخره، وبداوا يجيبوا له العود تاني، وبداوا فما تصدقش ان هذا هو ذاك. يعني انا عشان كده بقول ده عمل انساني جميل وحق لكل مواطن، لكن المواطن الذي يجور على حق اطفال واستغلالهم في اعمال تسول، او في اعمال منافيه للاداب، او في اعمال منافيه للصحه العامه او للامن العام، ده الحاكم فورا. لازم فورا نحمي الاطفال منهم، ونحمي البلد كمان منهم. لكن ما اقدرش احطهم كلهم في جمله في فئه واحده. في فئه واحده. طيب احنا يعني دقائق بس مع بقى المساحه الانسانيه، يعني ما اقدرش نبقى قاعدين معاكي من غير ما نتطرق الى تفاصيل صغيره بعيد عن العمل والملفات دي كلها. انا بس هاخد من موقف لما حضرتك قالوا لك، انه انت قلت لهم طيب ما هو يعني انا متبهدله، قالوا لك احنا ما نعرفش بقى عندكم ايه. الاسره بقى يعني كيف تدعم الأسرة هذا النشاط وهذا التواجد والوقت الطويل بعيد عنهم؟ هي الأسرة الحقيقة أنا عندي ولد وبنت. والولد وبنت طبعا يعني هي بنتي في العمل العام زيي. يعني هي بتهتم جدا بتشتغل على يعني هي علم نفس. أخدت ماجستير علم نفس من الجامعة الأمريكية، ولكن عصرت معايا اول يعني حاليا في المانيا، تعمل الدكتوراه بتاعتها، اتجوزت وراحت المانيا. لكن هي عصرت معايا اول ايام الوزاره. وابني كمان هو حاليا في كندا. ما هو خلاص هم كل واحد راح في حته، قال الست دي ما مش لاقيينها. فكل واحد راح شاف حاله. لكن وابني كان بيدرس هندسه صوت، وهو برضه فنان بيلعب موسيقى مع هندسه الصوت. فكانوا في الاول حياتهم
هم شبهي وانا شبههم. ففي يعني احساس بالمشاركه وبالعمل العام لكن دعموني قوي في الاول، وبعدين بداوا يعني مش هقول يتضايقوا ان انا مشغوله جدا وان انا قلت لهم انتوا كبرتوا خلاص يعني. وانا بعمل حاجه انتوا اتنين بس، لكن انا بشتغل ناس كتير قوي فمين اولى. فكان في ما بيننا ساعات لا احنا ممكن ندعمك وكده هوت، وبعد كده خلاص بقى هما تقريبا بقوا زي، فهي كمان بنتي بقت تنزل وتعمل حاجات مع اللاجئين وحاجات مع مرضى اللي مش عارفه السرطان، وابني بقى راح يخدم في حاجات في منشيه ناصر، فبقيت الاسره كلها معاك محدش بقى. وبعدين طبعا هي سافرت المانيا وهو سافر كندا، مش عارفه هما دلوقتي هربوا مني ولا كل واحد راح يشوف طبعا بيتعلموا احسن عشان كمان يرجعوا يدوا مصر اكتر. لكن هما اللي بيزقوا مني بجد اخواتي، لان احنا خواتك. كنا بنتجمع كل في عادات اسريه عادات اسريه ففي تحذير وتوبيخ وترهيب احيانا، لان كانت وصيه امي ان احنا ما نتخلاش عن اليوم الاسبوعي ان احنا نجتمع فيه كاسره. فما اقول لها انا بخدم، قلت لي والاقربون اولى بالمعروف. بالمعروف لكن طبعا اخواتي النهارده يعني بالعكس لما شافوا ان احنا ان انا بخدم اكتر والخير بيعم فبيلتمسوا يعني للعذر يعني لو شويه يعني شويه بي. انتوا الاجتماع الاسبوع بتاعكم الجمعه ولا بتجتمعوا؟ ما انا غيرته بقى، كان الخميس انا برجع متاخر قوي من الشغل خلينا الجمعه او السبت. بس هو غالبا الجمعه. لكن حتى الجمعه بيبقى في شغل احيانا، فلكن يعني عشان احنا أسرة قوي فالحمد لله يعني ربنا يخليهم. احنا بنات كتير وولد واحد. كم بنت يا فندم؟ احنا خمسة ما شاء الله. خمس بنات وولد واحد. انتوا قبل حملات اتنين كفاية والحاجات قبل دي. حملات اتنين كفاية. لكن كل واحد عندها اتنين كفاية. طيب الحمد لله. فلكن يعني الحقيقة طبعا هو هذا الدفء الأسري يعني، وامي وابويا علمونا الحب وعلمونا نحب بعض ونحب يعني ونحب بعض ونحب البلد كلها. واصدقائي في المدرسه يعني انا بعتز بمدرستي جدا. انا كنت في المدرسه الامريكيه اللي هي مدرسه كليه رمسيس للبنات سابقا بقى زمان خالص. فيعني عايزه اقول لحضرتك ان هم كلهم عايزين يتطوعوا معايا. ويعني احنا اتربينا فعلا على حب الخدمه. فانا اتربيت في مدرسه انجيليه. يعني كان حب الخدمه والحاجات اللي زي كده من واحنا صغيرين. ده بقى جينات يعني. وكلها عندنا الجامع في المدرسه والكنيسه موجودين. فكلهم دلوقتي مستعدين يتطوعوا. فقلت لهم لا انتم مش استعداد، انتم ده اوامر. الزام. فدي الاسره بتاعتي يعني الكبيره والصغيره. اليوم بيبدا هنا ازاي بقى في الوزاره؟ يعني يومك بيبدا ازاي؟ بيبتدي بشاي بلبن. بس بنستعد كده نسخن. وبعدين بقى يعني بيحصل يمكن في العامين الشهرين الماضيين اللي هو فتره خدمتي كوزيره، يعني كان عندي اجتماعات كثيره جدا لانه كنت بوصل اكتر مع الشركاء ومع الزملاء وفي المحافظات الاخرى ومع الساده المحافظين. ويعني مش هقول الوزاره جديده عليا طبعا، انا خدمت مع معالي الوزيره غدا والي وكنت اشرف ان انا يعني نعمل مع بعضنا البعض، وكنت يعني كتفي بكتفها ودي حاجه شرفتني وادتني ثقه وادتني مشهد استقبالها ليكي بالورد بعد ما حلفت اليمين، يعني استقبلتيه ازاي انت؟ يعني شفتيه ازاي؟ لا انا كنت يعني برضو اولا نزول معالي الوزيره طبعا على راسي وحبيته اكتر بان هي يعني بتستقبلني استقبال حافل. مشهد الموظفين انا بقيت لاول مره احس برهبه في الوزاره يعني. هو ايه ده، انا يعني ايه اللي انا عملته ده؟ يعني ايه اللي خلاني اي وزيره؟ فلقيت كده يعني كل هذه الثقه تمنيت ان اكون اهل لها، وتمنيت ان اكون قد المسؤوليه واني اقدر اسيب اثر طيب في هذه الوزاره. يعني الوزارة استقبلتني منذ 6 سنوات بكل حب وبكل ثقة، وكنت جاية بحاجات جديدة. وعامة الموظفين لما بتيجي في حاجة جديدة ما بيستقبلوهاش قوي. بس أنا عندي مهارة تواصل معاهم وهم استقبلوها. ويعني هم أبدوا الاستعداد، بدأوا هم يتبنوها كمان. بدأوا يتبنوها، فنشأت ما بيننا هذه العلاقة. ووجود معالي الوزيرة طبعا دعمنا كتير. دلوقتي بقى باخد طور تاني. يعني ان اللقاءات خلال الفترة الماضية والتعرف على ملفات يمكن كنت اعرفها بس ما كنتش داخلة بعمقها بشدة. رسم رؤية جديدة للوزارة،
عايزين نغير شكل الوزارة أكثر وأكثر، احتمال الانتقال للعاصمة الإدارية عن قريب أو عن بعيد، فكل دي كانت ملفات يعني فيها زخم. لكن احنا لسه كده بنسخن، احنا هندخل بقى في كم يعني متوسط ساعات عملك في الوزارة كم ساعة متوسط؟ يعني بلاش بقى بلاش عشان بس يعني ما يقولوش. ما انا عايز متوسط ساعات العمل ده عشان اسالك على الفريق بقى المعاون، عشان يعني احترام حقوق العاملين. يعني انا قلت لهم والله قلت لهم يعني ناخد ورديتين. لا هو بص في يعني حاليا احنا باجي يعني باجي الصبح وبعدين بنمتد عملنا لغايه يعني ما بين 10 و 12 بالليل. 10 و 12 هم موجودين 10 و12 بالليل يعني لما نمشي بدري تبقى 9 10، لما نمشي متاخر تبقى 12، ما بين 12 12 ونص. وبعدين نيجي صباحا وتيجي في الوزاره من 8 مثلا 9. لا ساعات باجي ما بين 8 و9 لكن او بكون موجوده في البيت يعني يمكن السياره بتيجي تاخدني، لكن هي دي الوقت اللي بسرعه الحق اقرا في الجرايد، الحق اقرا في رسائل على البريد او على الواتساب، ابص في بعض البوست قبل ما اجي. فيعني انا يومي بيبتدي بدري لان انا بصحى بدري، فما بيبقاش في فتره اللي هي بس الرسم لسه لسه البيت يعني لسه كان في طبعا تحرك ميداني. لا بتدخلي المطبخ لسه ولا خلاص؟ لا طبعا بدخل بتدخلي المطبخ بدخل بس بقيت يعني بقى ايه يعني قلت لهم خلاص زهقت من الجبنه والعيش. أيوة. فلكن لا بدات ادخل تاني المطبخ يمكن في اول شهر، لكن انا بحب المطبخ وبحب البيت. بحب كوني ست يعني كمان في البيت. بحب دوري كست كمان وكأم يعني. يعني اكتر حاجة كان الولاد بيحبوا ياكلوها من ايدك ايه؟ مكرونة بشاميل. فيعني بحب. لا احنا جايين بقى طالما. لا والله ده يا خبر ابيض اعمل لك وليمة. ربنا يخليكي. مش مكرونة بشاميل بس. طب خارج بمناسبة بقى قراءة الجرايد والرسائل وكده، خارج قراءة التقارير والدراسات والبحوث، مين بيستهويكي من الكتاب الروائيين يعني بتقري روايات الحديث ولا الزمان القديم ولا القديم الاول وبعدين الحديث؟ القديم كنت بحب اقرا ليوسف ادريس قوي. يعني رواياته كانت بتمسني جدا. وكنت بحب اقرا حاجات خاصه بادب نجيب محفوظ. وكنت بحب اقرا الاصاله والمعاصره. كان في كاتب فيلسوف زمان زكي نجيب محمود. طبعا. ده كان يعني بيشكل جزء كبير من تشكيلي وفكري. كنت بحب اقرا وانا طفله. يعني حتى كنت رغم انه يعني القضايا اللي بيشتغل عليها يعني التراث والتجديد وعنده مجموعه كتب بس انا هايله يعني. نشأت في مدرسة أجنبية وفي مدرسة مسيحية وتربيت تربية شرقية. لأن أنا بابا توفى بدري، فكانت أمي اللي عندها 5 بنات بقى. فكانت ماسكة علينا جدا طبعا. فما بين يعني حتة ما بين الثقافة الأجنبية وما بين الحياة المصرية قوي. فكانت بالنسبة لي يعني الأصالة والمعاصرة. سافرت كتير وكنت في نفس الوقت عندي نزعة دينية، فالحته دي كانت بتشكل جزء. اعتقد ان زكي نجيب محمود يعني استاذنا كبير، ليه باع كبير معاكي، كان ليه اثر كبير. لكن يوسف ادريس كنت بحس بلمسات انسانيه كده في رواياته. يعني يمكن يجيب لك ساعتها مشهد او جمله بس بتوصل وبتبقى مش بتم. لكن في المعاصر بقى يعني يمكن اصبحت اكثر بقرا الكتاب يعني من كتر حتى ما هم كتير. يعني ما بقيتش اقول مثلا ده المفضل بالنسبه لي. يعني بتمر كده على بعضهم يعني. بمر على بعضهم طبعا يعني. وما بقاش يعني حاجه اقول مثلا كنت الاول لازم اقرا كل يوم. ولو انا مسافره في حته، لو انا رايحه راجعه من مكان، لو انا رايحه مصيف كنت اقعد اقرا. دلوقتي لا ما بقيتش اقرا زي الاول. للاسف مفيش وقت. طبعا مفيش وقت بقى يعني. طب مفيش وقت انه الموسيقى بقى يعني انت مين مطربتك المفضله؟ لا هو في موسيقى كده الرقص مع الذئاب. مش دي مفضله. لا هي مطربتي المفضله طبعا
لو بنتكلم في القديم طبعا ام كلثوم يعني بحبها جدا جدا. بحب في الجديد يعني الحقيقه في اكثر من مطربه، انا بخايف اقول على اسم واحده دول على الثانيه. لا لا لكن كنت بحب صوت اصاله وبحب صوت شيرين عبد الوهاب. يعني هتلاقيني بقى مش بحب، بحب اغاني مش مش كل يعني اغاني معينه تشكيله كده. بقت تشكيله كده تحب اغاني، مثلا انا بحب الاغاني الكلاسيكيه. يعني احب مثلا كارول سماح، يعني اللي هو صوتها المنطلق ده قوي. ففي اصوات كتيره جميله ساعات بتطلع بنات كده صغيره تقول اغنيه والاغنيه تعلق معانا. يعني ما بقتش المطربه هي مطربه ثابته موجوده طول الوقت. لا بقت. طب في اغنيه بتعبر عنك انت؟ يعني كل واحد فينا كده احيانا بيبقى في اغنيه بتعبر عنه، عن حياته وعن نفسيته. في اغنيه بتعبر عنك بتدندنيها يعني كده من قال للتاني؟ في اكتر من اغنيه. في انا مهما كبرت صغير دي بقى كنت بحبها قوي وانا صغيره، ودلوقتي دايما اقول يعني كل ما اجي اخد حاجه اقول برضو حاسه ان لسه بدري قوي. فدي بحبها طبعا. بحب اجمل صحاب، لان اصحابي يعني احنا كنا في مدرسه قعدنا مع بعض 12 سنه وكنا في، فبالنسبه لي اجمل صحاب جميله. بحب الاغاني الوطنيه جدا جدا، يعني ممكن ابكي فيها من حاجات بسيطه قوي. بحب اغنيه ليلة من عمري، بحب اغنيه يعني اغاني كتير بلاقي نفسي فيها. انا شخصيه متنوعه جدا يعني فيها متناقضات كده، تلاقيني مثلا احب الشعبيه واحب الهوانم، احب الحاجات الحزينه قوي واحب الحاجات المبهجه فهتلاقي فيها حاجات كده تشكيله مختلفه كده. يعني اتمنى تكون تشكيله صحيحه يعني وسليمه. احنا طولنا عليكي، لكن بتحلمي بايه اللي جاي؟ احلم ان انا يعني بقدر الثقه اللي وضعها فيا، وضعتها فيا الدوله والسيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والحب اللي قابلوني بيه الزملاء، مش بس زملاء في الوزاره، حتى الجمعيات الاهليه. انا اشتغلت في عده مجالات، منها العمل الاهلي ومنها الهيئات الدوليه. فالحقيقه يعني اللقاء اللي قابلوني بيه احب اكون اهلي لي، واحب اترك اثر طيب في خدمتي اني اؤديها على خير وجه. انا ببذل جهد كبير، بس اتمنى ان هذا الجهد في الاخر يثمر عن نتائج حقيقيه تترك اثر طيب في حياه الناس طبعا. واتمنى اني اطمن على اولادي دايما، ويبقى عندي وقت اشوفهم، مش عارفه اسافر بقى هم يجوا. لكن اتمنى ان انا اقدر اقوم بهذه المهمه، وان يبقى عمري وحياتي ليهم معنى. يعني وانا موجوده افتخر بيه، وانا مش موجوده يرحمني ويشهد لي. ربنا يديك تطلع عمرك. بشكرك جدا معالي وزير التضامن دكتوره نيفين القباج، كنت معانا النهارده في 90 دقيقه، وان شاء الله لقائنا بيك يتجدد دايما ان شاء الله. يا رب ونفضل دايما في حب مصر وفي خدمه مصر حتى تبقى مصرنا الحبيبه اجمل بلد في الدنيا. شكرك يا فندم. بشكرك وبشكر حضراتكم لمتابعه هذا الحوار ومتابعتنا الليله. شكرا لحضراتكم وتصبحون على وطن.